ودي بس أبين الأخ سعادة النائب بعض الأرقام المستجدة بالنسبة لتنفيذ هذه المبادرة. تمت الموافقة على طلبات ل 382 مؤسسة حتى اليوم بإجمالي قيمة تبلغ 86 مليون دينار. تمت الموافقة على 48% من إجمالي طلبات التمويل من قبل المصارف المشاركة، في حين لا تزال بقية الطلبات قيد المراجعة من قبل المؤسسات المصرفية المصارف اللي هي تراجع وهي تعطي الموافقة على التمويل. يتوقع أن يتجاوز إجمالي قيمة الدعم الذي سبق ذكرها من قبل الصندوق عن 100 مليون دينار بحريني بعد انتهاء المصارف المشاركة من مراجعة جميع الطلبات. تم إلى اليوم صرف 34 مليون دينار فعليا إلى المؤسسات التي تمت الموافقة على طلباتها، ويتم العمل على مواصلة صرف المبالغ صندوق السيولة لدعم العمليات التشغيلية للمؤسسات خلال الأشهر القادمة. صندوق السيولة يلعب دور هام في السماح للمؤسسات من تلبية مصاريفها والتزاماتها خلال هذه الفترة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية، ولذلك تم النظر في مضاعفة حجمه وإضافة 100 مليون دينار بحريني إلى الصندوق لترفع قيمته إلى 200 مليون دينار، مع التركيز على أن الإضافة في حجم هذا الصندوق يركز على الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأولوية بسبب الضرر الذي جراء الأوضاع المالية والاقتصادية الحالية، وسيتم ذلك كذلك بالتشارك بين الصندوق التمويل صندوق السيولة وصندوق العمل التمكين لإتاحة صندوق العمل التمكين الاستطاعة لإعطاء منح لبعض المؤسسات واللي تكلموا عنها كذلك في الأمس في الإعلام. شاكر سعادة النائب وشاكر مجلسكم الموقر على الشراكة المستمرة والعمل المستمر يدا بيد بإذن الله لمواجهة جميع التحديات، وشكرا.